رسالة لحد مجهول انا مش عايز اسمه، عايز بقى تخبط فيه، عايز بقى تعاتبه، عايز تقول له ما تزعلش مني، عايز اي حاجه عايز تقولها له قولها له وانا جاهز معاك. مدرب ماسك في، لا ثانيه واحده بس نحط لك شويه سسبنس كده. ماشي قول لي بقى رساله لمين. هو مدرب ماسك في الدوري الممتاز. زعلان منه جدا جدا. ها لان انا المفروض كنت انا بحبه جدا قوي. هو المدرب العام بتاعه، هو والمدرب العام بتاعه، هو والاثنين المدربين بتاعي يعني، فبحبهم جدا واتعاملت معاهم قبل كده، كان من المدربين اللي هي بتثق فيا ويعني في امكانياتي حتى لو انا وحش في التمرين بلعب. ماشي. فالمفروض كنت انا محسوب عليه وانا رايح له، بس قول زي ما انت قلت ربنا بيخطط كل حاجه، ما حصلش نصيب، بس يعني زعلان منه جدا عشان كان ليه دور يعني. ما ياخدكش. كان ليه دور وقال لي او انا اعتمدت اعتماد كلي. بسبب قعدتي ديت ان انا اعتمدت عليه الاعتماد الكلي. ماشي. وقال لي لو في يعني نص في المية ماشي هخدمك عشان ده حقك. ماشي. ولقيته جاب بقى كام لعيب كده يعني. هو لسه في مكانه؟ لسه ماسك النادي اللي هو فيه؟ كلمته او واجهته؟ لا ما عاتبتوش خالص. لا لا. ولا حتى مسج كده انا زعلان منك يا نجم العالم؟ مش هو كده عارف يعني، عارف انك زعلان؟ اكيد. ما رفعش سماعه تليفوني يوضح لك موقفه؟ لا. ممكن يكون محرج منه. ولا قابلته في اي حته صدفه ولا اي حاجه؟ لو بس اكيد لو قابلته هقول له انا زعلان. لو قابلته هتقول له؟ طبعا. بص انا ما بخصش حد. ماشي. هو حبيبي وله فضل عليا بعد ربنا برضو من الناس اللي فضل. ماشي. فانا يعني مش هخسره لان هو شخصيه محترمه. فاهم. بس انت زعلان؟ جدا. اوكي.